معايا ورقة صوتي لو عايز. دي دعوة أطلقتها نورهان حفظي وعدد من السيدات زوجات المعتقلين بالاعتصام الرمزي أمام قصر التحرير، وهو اعتصام نسائي بالدرجة الأولى، اعتصام ضد قانون التظاهر وضد اعتقال الناس عامة، النشطاء أو غير النشطاء. نطالب بالإفراج عن أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر اللي هم هتأكد الحكم بحبسهم النهاردة 3 سنين. طبعا يعني بنتضامن مع زوجة دومة. مبدئيا القضية دي اصلا ما فيهاش اي سبب ان حد يتحكم عليه بحكم زي ده. والحقيقة انه يعني هو يعني ان احنا محتاجين مش بس ان احنا نفرج عن دول، احنا محتاجين قانون التظاهر يتلغي وكل اللي اتحكم عليهم بناء على قانون التظاهر. هدف الاعتصام اسقاط قانون التظاهر والافراج عن كل المعتقلين حبسوا على خلفيته من اول اصداره لحد النهارده. النهارده اتاكد الحكم على احمد دومه واحمد ماهر ومحمد عادل بالحبس 3 سنين. ده كان الاستئناف مش حكم اول درجه، عشان الناس معتقده ان حكم اول درجه. والغريب انه من يومين كان في شباب المعادي 8 أو 9 شباب محكوم عليهم بسنتين على خلفيه نفس القانون، ونفس الشباب خدوا براءه في الاستئناف. فاشمعنى احمد دومه واحمد ماهر ومحمد عادل اللي بيتاكد عليهم الحكم وخلاص يعني بيتحبسوا 3 سنين، الا اذا كان ده بسبب انه الحكم بناء على علاقة أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بالدولة، مش علاقتهم بالقانون، ولا هل هم ارتكبوا جرم ولا لا، ولا هل هم مدانين ولا لا. ده حكم سياسي متحدد على أساس علاقتهم بالدولة مش أي حاجة تانية. الاعتصام لحين الإفراج عنهم زي ما قلت وإسقاط القانون، بس اعتصام مفتوح. احنا لسه مش عارفين، احنا دعينا الاعتصام تضامنا مع نورهان وقررنا انه يعتصم هنا ويبقى بالاساس نسائي ونشوف مين هيضم علينا، وهنشوف بعد كده التحركات عامله ازاي. هو في الاخر كان قرار عفوي جدا من بعد الحكم، لانه بامانه محدش فينا كان متوقع الحكم. احنا كان عندنا امل ان هم ياخدوا براءه، لانه قضيه مفبركه تماما، ولان امبارح مجموعه المعادي اخدوا براءه في الاستئناف، فتوقعنا ان يمكن ده يبقى تغير في المزاج العام بتاع السلطه يعني، وان هم هيبتدوا يطلعوا مجموعات من الشباب. لكن واضح انه في قرار بشكل واضح ان هم يأيدوا الاحكام على كتير من الشباب بالذات اللي هم شايفينهم قيادات، وعشان كده احمد دومه وماهر وعادل اتأيد عليهم، وعشان كده الشباب الاسكندريه اتأيد عليهم. احنا في مرحله انتقام من الشباب اللي لسه مصرين يفكروا الناس باهداف الثوره ومطالبها، وبالتالي احنا لازم ندعمهم ونقف معاهم.